بكم اخوت تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الان حنا كنتواجدوا في زايو، تحياتي للناس زايو واحد واحد. حنا كنتواجدوا الان في حديقه لاله مريم. ان شاء الله غادي اول مره بصراحه جيت لهذا المكان هذا الجميل. غادي نشوفوا هذه الحديقه هذه اللي خدموها في 2002 كما كتشوفوا. غادي ندير لكم واحد الدوره خفيفه في هذه الحديقه الجميله الرائعه، بطبيعه الحال التصميم زوين كما كتشوفوا. الدخله ديال الحديقه هي هذه، حديقه بصراحه سمحوا فيها شويه كما كتشوفوا، كراسي فين يريحوا الناس. حديقه لاله مريم اللي متواجده في زايو، تحياتي للناس زايو، ناس جهه الشرق. حنا دايرين هاد الجوله هادي خفيفه هنايا في هاد الحديقه. فيها كراسي هنايا بصراحه لاحظت القضيه هذه، راه مسمحوا فيها هذه الحديقه هذه، ما بقاش كتسقى الربيع باللي نشف يبس الربيع. هذه جولة صباحية في حديقة لاله مريم. هي مدينة زايو، جاهم شمشة تبارك الله هنا. رحنا دابا في حديقة 20 غشت جامعة زايو. عندكم واحد الجولة خفيفة هنايا في هاد الحديقة هادي متواجدة في زايو. ندير واحد الجولة خفيفة هنايا.
خصها تسقى شويه، خصها العنايه. هذه الحديقه بصراحه بان ليها ناشفه، لا ربيع لا والو فيه. هذه هي الحديقه ديال 20 غشت. صبرا بلاصة، صبرا صبرا زيو. هذه هي مدينة زيو.